لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة إيمان شاكر. تحياتي لك دكتور إيمان ومديرة الاستشعار طبعا عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. تحياتي لك دكتور إيمان. ضعينا في آخر مستجدات حالة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية. اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل كانت اعلنت هذه الارصاد الجويه حاله من عدم الاستقرار بدات منذ امس واثرت اليوم على العديد من المناطق. يمكن اكثر المناطق اتاثرت امس كانت محافظات شمال الصعيد ومحافظه البحر الاحمر وسيناء، وادى ذلك لحصول السيول وتشكل السيول على العديد من المناطق واغلاق الطرق. اما اليوم امتدت الحاله لتشمل المناطق الشماليه، اثرت على السواحل الشماليه، كافه محافظات الوجه البحري، امتدت للقاهره الكبرى وايضا مدن القناه وسيناء وشمال الصعيد. هذه الحاله بسبب المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا اللي بتصل درجه الحراره مع هذا المنخفض الى 28 درجه تحت الصفر المئويه، وده بيؤدي لتساقط الامطار الغزيره والرعديه والمصحوبه بكرات ثلجيه صغيره على العديد من المناطق. يمكن تاثرت بحبات البرد بعض المناطق من القاهره ومحافظات الدلتا وايضا محافظات شمال الصعيد. الساعات القادمه ان شاء الله هتبدأ تهدأ إلى حد ما، كميات الأمطار تكون أقل من الساعات الماضية، لكن ما زالت مستمرة على كافة المناطق اللي تم ذكرها. ما زالت الأمطار مستمرة حتى الآن وحتى نهاية اليوم. بداية من غدا يبدأ يكون في تحسن في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، لكن تستمر الأمطار على سيناء غدا إن شاء الله. أما القاهرة وباقي مناطق الجمهورية تتحسن الأحوال الجوية مع عودة لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر. ده بالنسبة لحالة الجو اليوم وغدا، وإلى لأي مدى تستمر تلك التقلبات وماذا عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة بإذن الله؟ الأيام القادمة إن شاء الله هيكون في استقرار بداية من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، لكن هتعاود الأحوال الجوية تقلبات مرة أخرى مع نهاية الأسبوع اعتبارا من يوم الأربعاء. لكن طبعا إحنا مع حضراتكم أول بأول بنعلن التفاصيل. فور انتهاء هذه الحالة هنبدأ نعلن تفاصيل الحالة القادمة إن شاء الله إن ثبتت الخرائط، لأن ممكن تتغير وتضعف الحالة أو تزيد شدتها، وإحنا مع حضراتكم دايما بإذن الله. الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.